أسعد الله مساءكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. نهار اليوم سادت أجواء مستقرة في أغلب مناطق المملكة، لكن الطقس كان بارد نسبيا في المنطقة الشمالية. درجة الحرارة استمرت أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث تسود أجواء مستقرة، طقس غالبا صافي 12 درجة مئوية كحرارة دنيا، الملموسة 11، رطوبة 64%، والرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة نبدأها اليوم غد. نبدأ بالمنطقة الشمالية حيث تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي، تعطل زخات رعدية من الأمطار في العديد من المناطق في منطقة تبوك، منطقة الجوف، الحدود الشمالية خلال ساعات نهار يوم الأربعاء. سكاكا 13 إلى 9، عرعر 13 إلى 8، وتبوك 18 إلى 10 مع طقس غائم جزئي بالمجمل، لكن هناك فرصة لزخات رعدية من الأمطار في عموم هذه المناطق. نذهب الآن للمنطقة الغربية، نبدأها بالمدينة المنورة حيث يسود طقس غائم جزئي 28 إلى 18، جدة 34 إلى 24، مكة المكرمة 33 إلى 22، والطائف 23 إلى 13. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، جازان 29 إلى 24، أبها 21 إلى 9 درجات، الباحة 19 إلى 12 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية، الدمام 23 إلى 16، حفر الباطن 18 إلى 10، والإحساء 23 إلى 11. المنطقة الوسطى، الرياض 20 إلى 12، بريدة 22 إلى 13، وحائل طقس غائم جزئي 16 إلى 10 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.